السكرتوري ده اللي انا معايا مش عايز اسيبه. ده 96؟ ما هو ده 96. الاحتفال ده بيه، بقول لك هو احمد، اسمه احمد سكرتوري هو ده طبعا معاك ده، مدحت عبد مع الهادي مدحت وطارق ومعاك مصطفى طارق مصطفى. وكابتن هاني عباده تحته، وكابتن كابتن محمود هاني سعد عبادة. على يميني شمال الصوره يعني، بس وده كبير. معانا صور كتير، تعالى نمشي. دي بقى كنا اهلي وزمالك، اول مره العب في استاد القاهره، كنا بنلعب قبل الفريق الاول. يعني ده بتلعبوا ماتشات قبليها على طول. تعادلنا 1-1. موجود هاني ده رمزي اهو، رمزي على الشمال. موجود حماده يونس، موجود عصام ربيعه، احمد حموده على فكره مدرب دجله تحت، فين واحد حموده؟ تحت اول واحد احمر على الشمال، شمال الصوره. كابتن تعادلنا حموده 1-1 طبعا. المباراه دي. ايمن عفت بسيوني، نصار اهو، عفت طبعا، عفت وايمن يونس اهو، كابتن عز ايمن يونس صح؟ الصليب عفت. ولا لا؟ لا مش ايمن يونس، لا كابتن ايمن اكبر كابتن راجل. ايمن لا اكبر. ما انا قلت لحضرتك، انا وعفت اللي يعني كنا محظوظين من الجيل ده يعني، اللي كملته. المحظوظين، لكن هم كل اللي انت شايفهم دول لعيبه محترم. ده الدكتور الفنان ابني الله مطروح يرحمه، بقى، ابن البدايه، الله، الزملكاوي الجميل زملكاوي دكتور كان علي قوي حميد. يعني. لسه هو متوفي من قريب على فكره. الله يرحمه. يعني عاشق الزمالك، وكل اهل مطروح بتحبه، وجنة يوم ده. ده انت حبيبي ايمانويل، وايمانويل. ده ايمانويل ده حبيبي. دي دار الهيئه الهندسيه كنا معسكرين فيها دي، وكنت طبعا فرحان هو عايش معايا بقى، الموز والحاجه الساقعه والاكل، ومبسوط كان معايا على طول. دي المباراه اللي هي برضو في استاد القاهره، اللي هي مباراه الاهلي، بس دي صوره لوحدنا، فريق الزمالك يعني. بس كان حاجة جميلة ان تاخدوا خبرة وانتوا صغيرين، ان انتوا لا تلعبوا. ده مستر فيرنر، بعد ما خدنا تقريبا كاس افريقيا مع بعض، فيرنر الالماني ده، اسامه نبيه معايا، كنا شايلينه احنا الاثنين زعلت على ديف ماكاي لما مشي؟ جدا جدا والله. مشي ليه ديف ماكاي؟ راجل كان خد الدوري ده سير على فكرة. عارف الفكر اللي بيزعل يعني، هو انا مدرب مش هتغلب مباراه يعني. الراجل لما يلعب مباراه 90 دقيقه، اهلي وزمالك بيلعب ناقص واحد، وعملنا شوط اولاني اكتر من رائع، احنا مضيعين فرص طبعا، اللعيبه ضغط كبير عليها طبعا، ولود وحمل كبير، اهلي وزمالك. فطبعا الشوط الثاني حصل انهيار مع اخر دقيقتين في المباراه، ابراهيم حسن شاط شوطه من بعيد قوي، دخلت في المقص يعني، في كابتن هدف. حسين، محمد يوسف وعبد الجليل وابراهيم بعد حسن. كده ده الشوط الثاني بقى، فطبعا احنا كنا عايزين نهاجم، تلعب ناقص واحد، فالراجل لازم يتغلب المباراه، او اتغلب خلاص المباراه، هوب يمشي. استاد المقاولين ده. احنا عاملين سنتين غير يعني، بس نتائج غير كان في عاديه. بس في مؤامرة اتعملت عليه. يعني كان في تحضير ان هو لو في نتيجة سلبية ان هو يمشي. طب يمشي ليه؟ انا كسبان 2 دوري، هو انا ما فيش غيري في العالم يعني، انا ما اخسر دوري واجيب لك دوري ثالث ورابع يعني، ما هو ما ما مش... هي دي مشكلة طول عمرنا في نادي الزمالك كابتن نبيل، اللي لا فيه مش نادي لا الزمالك في نادي الزمالك فيه اطماع يعني، فيه تلاقي ان الناس اللي شغالة مش راضية بالمنصب اللي هي موجودة فيه، بتبحث ان هي تبقى عايز يبقى مدير فني. على فكره في سنه من السنتين احنا واخدين يعني، قبل ما نلعب مباراه النادي الاهلي احنا كنا واخدين الدوري، احنا راجعين من بلديه المحله، الطريق الزراعي كله ابيض، واخدين الدوري، وده يعني ده ماتش رحيل كبير كنا ديف ماكاي اثر على فرقة جدا. الزمالك في التسعينات بعد كده. اثر بقى، ما هو ما كانش ديف بس، بعد كده مشي رضا عبد العال، ودي برضو كانت حاجه مخطط لها يعني، ان رضا عنصر مهم جدا مخطط يعني. لها من مين؟ من مجلس الإدارة؟ لا من اللي خده، من اللي خده هو، احنا يعني هو عنصر مهم جدا في نادي الزمالك، فاحنا نجيبه حتى لو مش محتاجينه يعني، حتى لو كده، فهو ايه اللي هو وقع نادي الزمالك. والناس اللي سابوا رضا يمشي ما فكروش اما رضا يمشي هنعمل ايه، هننقص ايه. فهو بامانه ليها حكايه مش عايز ادخل فيها يعني، انا فوجئت ان رضا مشي ومضى للنادي الاهلي. هو كلام كابتن رضا على طول ده دايما ان هو كان عايز يقعد في الزمالك، يعني ما الناس هو اتعامل على يعني، على ما سمعت يعني، انت ما كنتش موجود، انت عارف، انت انا في الملعب وبتاع، وانا ما كنتش بحب اتواجد كتير يعني، بره التمرين وكده، اخد عربيتي واروح، فانا يعني بيتوتي شويه، ما بحبش، ما كنتش بقعد في النادي يعني كتير. فسمعت ان هو اتعامل بشكل يعني، مش قالوا له كويس. هو كده ومش عارف ايه وحاجه زي كده، فزعل الراجل. وبعدين في الفتره دي كان يعني بدايه الاحتراف، ولاعيب مثلا عايز يعمل قرش وعايز يعمل هو اول فلوس لعيب وعايز يعني يعمل، يتنقل بفلوس، بس هو انا فاكر 600 الف كان جنيه عنصر سنة. مهم قوي. ما احنا كنا يعني كنا جيل يعني، متركب على بعض. اما كان الملعب في الفتره دي يعني، هشام ياكل ونبيل محمود مثلا، وراهم اشرف قاسم، مع الاحترام للكباتن يعني، الالقاب يعني، فدول مع خلاص خلاص طنبه، كابتن رمزي، كابتن يعني في الفتره دي كان، احنا قلنا مين؟ لا كان حسين عبد اللطيف بقى لاعب. حسين كان جه مع الجيل ده. كابتن حسين واحمد رمزي ما اشرف تبص على الكابتن قاسم. اسماعيل في نص الملعب، لو طلع من الملعب، لو
لو في بقى قطعه نقصت بتتعوض، بس انت عارف انت شايف الزمالك في كده يعني، انت شايف كده. ما رحيل رضا عبد العال اثر في الفرقه دي بشكل لا كبير. لا اثر بصراحه. ورحيل لا ما مش رضا، رضا والجهاز. رضا وكان الجهاز الفني ديف مكاي مش الجهاز كله. لا مش الجهاز كله، لا الجهاز اعتقد الجهاز. ليه ما مشى بعد، مشي بعد كده كمل كابتن فاروق وجي كابتن احمد رفعت كابتن احمد وكابتن فاروق يمكن جم بعد كده هم كملوا. طيب ما في الفتره دي ما كانش معروف مين المدير الفني. وهي دي كانت مشكله كبيره. ما هم كانوا يعني ماشي. انا ماشي راجل. عمل الموضوع ده، عمل يعني وجود كابتن احمد رفعت الله يرحمه وكابتن فاروق جعفر الله يمسيه بالخير، وجودهم هم الاثنين على راس الجهاز الفني، هم الاثنين كان في انقسام جوه الفرقه. مش انقسام ولا حاجه، بس هم الاثنين مستواهم الله يرحم الكابتن احمد. كابتن احمد مرنا على فكره منتخب ناشئين ومرنا في الفريق الاول. ف مين المدير الفني؟ كان في لخبطه شويه. وبعدين انا برايي انت عارف